قابل عم بنت. لما يجي دورك تفضل، 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 لما يجي دورك تفضل. العبيط ده ولا ايه؟ تفضل يجي دورك تفضل. انا قلنا هو كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس بالراحه شويه كده. مش خليك متورع مع الناس. التورع حلو مع الناس. لا هلبس ايه دي؟ عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار اسمه الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبة. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمة ده كل المحروس عارفة. هلا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصة في اي لحظة وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني. ده انا هضبة الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه قمر الدين. اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. أنا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. اتفضل. نسيبك بخير يا سمو الأمير. السلام عليكم. أهلا أهلا بالأمير طربال، وأنا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. أنا قلت أجيلك طالما أنت مش بتسأل عني. أنا ما أقدرش يا أمير طربال، بس كل الحكاية اني مش عاوز اشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي اخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين. ده الدين بريء من امثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبة دي. انا عايز اخبار اخبار. انا وصلتني اخبار ان قمر الدين ده بيقابل اتباعه في السر. وسمعت ايه تاني؟ ده كل اللي وصلني. هما بيتقابلوا في السر بيقولوا ايه؟ الله اعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغني. فاهم يا سلاف؟ فاهم. انا من اللحظة دي كل اذان صاغية. ايوه اصحى معايا بدل ما اقطع ودنك. أوامرك يا مولاي. الأمير المهاب قمر الدين. رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أطحن نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك. أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما انا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز مرات حضرة السلطان الصالح ايوب الله يرحمه
الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مش من دمياط راح على المنصورة. إيه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وأنا آخر من يعلم؟ إذن أنا مكاني مش هنا، أنا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما أمرتش حد بالانصراف. طول عمرك أرعن وأهول وفاتح صدرك، أعقل أعقل، بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز أسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً، واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل، أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، أنت خطيبي دلوقتي وقصر قصرك. انصرفوا الآن ودعوني أناجي شبابي. وانت رقم جلوسك كام؟ هو رقم جلوسه كام ده؟ قولي، لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال تعمل ايه؟ قال له الرحمة حلوة قوي يا سيدي. حلوة؟ امشي خدوا على تمريض. اتفضل اللي بعده. انا روحي. قولي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟ دوري كده اروح غزه في عياده على طول وهو بيستسلح بيستسلم بلا رحمه. تغزه؟ ايوه. مصطلح جديد. حلو. طب تغزوا ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كده في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ ما دي شفتنا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه ده وبعرف اشتم كمان واتوف كمان. امال ايه؟ طب اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك ما تعرفش حد اسمه هريسة؟ على جنب. على جنب هريسة على جنب رقر ليه وحرام ولا ايه؟ تلاف دخلوا للسلطانة هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. والنبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت السلم كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده حلوه دي واحترف بعد كده والعب. هاتوه. مولاتي السلطانة. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولاتي الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غليظ. مولاتي الامير السلطان. مولاك الأمير هينتهي أمره على أيديك. مولاك الأمير هينتهي أمره على أيدي أنا؟ ليه؟ هقتله ولا إيه؟ قلبك شغوف للقتل. أيوه. القلب قلب أسد. والصدر صدر فهد. من إيه؟ والعين عين صق. من إيه؟ وهذا يعجبني، لك كل ملامح الفارس المغوار.
اتفرس الاستشوار ده مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ انا وانت نتزوجك؟ انا وانت لو نضرب بعضين عرف كده واي مغرف سكر قريش ولا ايه؟ بس على شرط. يفسد وتمشي عليك به. ايوه حاضر خلاص خلاص. مولات السلطانة شجرة الرز، الأمير قمر الدين خشاب. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولات السلطانة شجرة الرز، مولات الأميرة كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ خدام الجديد. شكلك كويس. وضع برست عند ميجانس. اسمحي يا مولاتي انا اخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده عمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا 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 بعد اذن مولاتي. بص الطين. هيا بنا هيا بنا. اهلا بيه. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني ان حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا، ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لبي. ما يفرجش. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قرطك عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاب مخلف بطل، بطل بيحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي ازاي؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع للمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش ما تنزل العدادين، اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبه ناس بتتدبح تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاب. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت بتخزون. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغل. اتفضل. زكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكايه الاميره زينات. الاميره زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من الفساد. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوه التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوه دي؟ الامير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقه. امسك الصره دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليله. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولات السلطانه شجره الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده
عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيوني المنتشره في كل مكان تبقى دايما جاهزه، دايما صاحيه مستعده. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. زعمور حبيبي خيانة الحرات خيانة. خلاص سلم بي بس سلم بي تعويضه من هنا بس. ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. لا ولد الوحيد هو ده كله. وحشني وحشني يا ابويا. ابويا ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه ابوسه. لا مش عايز. انا ايه الحكايه يا قمر الدين؟ زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق؟ انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. ده لما تيجي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب. طبعا ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تبحث في شؤون خاصة مع المدام. مع المدام؟ لا بقى مع ولاية. واحدة بقى واحدة واحدة بقى. نعم حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخلة دي يا ملواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكبيسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاك وبعدين دخلتك دي. شوف انت بص مخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها في ده الوطن، في ده مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي 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 هبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه. طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني يا جمال. يا جمال هتوريني كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حصان بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت تقول لي ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا بروح. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. بس فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ابويا. يا ده ده ابوك. ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني. بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا. ام غلاستك ده انت غلط قوي. ده يا ابويا بس بس يا ابني. نعم ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان. الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوي بحاجة تانية خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا. مش دول مش دول. هو كان الحصان والله. هو دول مصحف. انا هجيب من حصانة تانية. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك مالواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي اصلي اللمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لان هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي
طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر، انا كنت بهزر ده كله يا زعربور، انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو، خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويد عويد عويد. الله ينعل ابو الغلاسة اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي انا ساعة الباشا، انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة. لا ايه متناسرة الاحجام، فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعت وشاشة تعرف تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة مني ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدر تقولي رضع من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وإيه؟ وفاكر نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال عن الأمير أمر الدين وماشي عملت دلاله يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموسيقى. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير أمر الدين خشاف ايه؟ الأمير أمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وانت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتل؟ مين؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت أمر الدين؟ مين أنا؟ يعني تير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ أنا ما قتلتش أمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوة وشريكي في العرش. أيوة مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمرايا واحدة، كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني، خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي والنبي قشطة. انت عارفه انت جايب اخر حريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايب من اخر حريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا مش هيجيب فيك خربوش، عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو، من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة. يا اهل مصر المحروسة، راحت ايامكم المنحوسة. يا اهل مصر المحروسة، غدا الفرح والافراح، غدا زواج الاميرة شجرة الرز على الامير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب، يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ يقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على ايدين الليمبي. صحيح والله. الخير على ايدين الوردين، بيقول لك بكره الفرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بجر، وانت بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو. Thank you.
ده انت قشطه. ما تكوني بتغيري من نسوان الرقصات اكون عارف قشطة يا بوي. قشطة يا شجرة. قوم. انا رجلي وجعتني قوي يا شجرة، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودة اللي انا فيها دي. انا رجلي دابت من الوقفه والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما بعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم. اجارك الله كلب ميت واقف تحت. دم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. خلاص. موتوني يا ليه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مزلة. اركع يا ليمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي، سامحنا يا رب. السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي الليمبي. الله يبارك فيكي يا رب بحق جاه النبي. يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله. ان شاء الله مش بشتر خير، انا مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم. فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. الشاب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين انه امبارح كان ليله دخلتي وكلكوا حضرتوا في قلب صوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين، ها، وقعده وحجرين والصباحه وهي ترقص له كده. يعني بقى ليله الدخله بقى انتوا عارفين انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش. خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر ام الدنيا حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخلعش تاني. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس. نعم لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس يا عم، هو كل شويه يغير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. انه ايوه قلت بقى لويس ده، لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط، نسيب لهم الايه؟ الساحة مفتوحة. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ المنصورة. المنصورة هيخش على المنصورة؟ كويس، احنا هنفضله الشوارع ونفضله الحواري ونفضله البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضة مقشرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي؟ انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجالة وانا ايه؟ ايه يا بنت؟ المقسوم موجود يطلعنا الوقت ورقة واحدة وخلص. الله.
وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم. نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حل جزم، شربات، ادهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجيلنا مسافه السكه يخش يحرر المنصوره ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاش سلطان البلاد، عاش سلطان البلاد، عاش الجيش المصري، عاش الجيش المصري، عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي. زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تظبط. ها والايام ايها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحريه، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، اما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبره لكل من يعتمر. هيا يا العمل انتشر هنا. يلا بس يلا يا عم. طب هو لا اله الا الله يا عم، طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ الشعب الغلس ده نط. يلا انت هو لا ما. يلا يلا امشي انت هو يا ولاد. يلا يلا انت هو يلا يلا بقى. يعني بعد ما قتلت لك قمر الدين تروح تتجوز اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعه ان هو اللي قتل، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته. ده مش عارف اي حاجه. ده بيقول لك لويس والخميس وبوليس وادري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقول لك اقعدي هنا ما تتكلميش؟ ها؟ والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي؟ ازاي؟ يا تربال انت عندك مشاكل كتير قوي. انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى، نلبسها للمبي وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف الزوج الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. انهض يا ابني بلاش كروتة، عملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداروا به على دناءتكم. يلا برا برا يا زنزع برا. ايه يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد دقيته عندي وعندك. اه يا شجره احد. مولاي السلطان ان قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين
سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق طيب قشطة. ايه فستان. فستان. فستان يا معذر. بفكرك عايز فستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ حاجة قرف. سافروا لعمنا ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مداليم؟ بس يعني اهو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم 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 وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجة. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر الطيبين. انت دار جايين يا مصريين. اللهم احذر. اللهم بشر. اللهم بشر. انت دار جايين. خلي بالكم. الحرب يا مصريين. الحرب يا مصريين. وبعدين في العطل اللي الواحد فيها دي. من قلت لك الحكام بيتعبوا وبيعملوا ما هم قاعدين على الكراسي اهو ولا في اي حاجه خالص. مش اي مصلحه كده احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلم ودخلوه. نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازاي كلمبي؟ من انت؟ الله يا عم مين انت؟ عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار. مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ شوط مكانك. انت ايه في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر من انت جواسيس؟ ايوه. لا ما تخافش ده كومبارس لنا معلم. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد واريتسا. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك وكده كده. ايوه هتعرف طريق الكنز ما دام ظهرت لي ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ اللي واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين؟ اللي راح على فين؟ ما تخافش بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله. ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت ولازم نتصرف باقصى سرعه جدا ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ ثلاثه ولا ايه؟ ولا ثلاثه. ليه وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمه لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه. إيه انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. من ظهرك ما انا شايفه. انت هتعمل لي فيها يا بلطجي. كمل. ها في بنت هنا من الجواري. ايوه بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه اشاعه سمعتها من سنين وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت راقصه عماله ترقص وكنت عماله اقول لها ايه؟ يا بنت دي ايه؟ دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسه. ايوه دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب و والانسه الاميره شجره الرز دي هعمل فيها ايه؟ احشيها في صباع محشي واظبطها ولا اعمل ايه؟ شجره رز ايه؟ وانت ما بتفهمش اي حاجه؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في ايديها.
ايوه يعني ايه كلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش. خليه والنبي، يعني هي البت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة. ايوه خلاص، يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابلة كده في السكرت، ها؟ نقعد وناخد وند مع بعض في الكلام في الحلاوة عشان نظبط بقى الأول. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه اسمع. ايوه المهم انا سامع اهو. اسمع يا عم. ما خلاص هو اسمع اسمع، ما تقول اسمع لما اقول لك. قول لي. اسمعني كويس. لا اتفضل. انا حرمت مقابلة بينك وبين البنت دي. خلاص انا خدت ده كده، اركان العملية كلها اكتملت ولازم يكون في سرية تامة، وانا اطلع على طول واروح مبلغ شجرة الرز باللي حصل عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسة بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبة، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروس عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغاية اللحظة المناسبة يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضيح بلنت، ده انا المملوك هضبة والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. أنا بقى عايز أعرف كل اللي بيتقال. وأنتوا طبعاً رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الأمير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان أقطع له راسه، وطبعاً بمساعدة رجالتي وحبايب. إحنا خدامينك يا سمو الأمير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه نقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مسألة السلخ دي سيبوها علي أنا. أنا هعرف إزاي أكسر سمه وأخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الأمير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكوا يمشي في طريق غير التاني. مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا طردنا صح؟ طيب يا ليه هتروح مني فين؟ سلاف جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوامر. صديقي بقول لك، الدبانة الدبانة اللي في كتفك دي الدبانة صح؟ طب بص بقى المفاجأة، انا هوريك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلعي الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلعي، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي. إيه؟ انت محروس. محروس؟ محروس. انت محروس يا ست محروس. مين؟ انا الليمبي. انا الليمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقولك يا اسالك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمه العرش اللي هتعرضه المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب ويعني طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه ايه، هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ اه اه
انا برضك العبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكة مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانيه اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك، هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده، تربال وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جاي بالمفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هارسه ده، واخد بعضي وامشي على السيده زينب. انا تعبت، عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه هتبقى. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا، وأنا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب، من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية، الأمن والأمان. يعني عيش، حرية، حلاوة، طحنية. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايه الوضع. وانا النهاردة جاي اكشف لكم عن الحنوضة اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة، واحكي لكم قصة قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنه وانتم طيبين. لمبي اسكتي ايتها الشنطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمه. ايها الشعب، لقد له طربال التي استكردته الملكه، ها، وقالت له ان يقتل عمر الدين كل سنه وهو طيب، فقد طعنه طعنه ويا لها من طعنه، ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وليكم شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، ما تصدقوش ده كذاب، والمصحف ده كذاب. انت والله ما ده كذاب، ما تصدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه، والنبي انا من القلعه والسيده زينب، بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفينه اللي بيجيب النصور برضه. انا ويا ويا الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ.
ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب الله يخرب بيتك على خرب بيت الكنز. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا الليمبي، صدقوا الليمبي، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده، شجرة الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه جاري ده اخيرا ظهر الحق. عشر امين لمبي، عشر امين لمبي، عشر امين لمبي، ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشد، اضربها بالمبقاب، حطوه في الثلاجة. عشر امين لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامة. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ انا هو يا حمامة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين زينات؟ فين؟ زينات انا هنا يا حمامه. هي وحلاوتها ايه؟ امال فين الليمبي؟ ما انا اهو، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا ليمبي؟ انا اهو يا حمامه. بقول لك ايه يا ليمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين؟ حاضر. التتار جايين يا ليمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا ليمبي. حاضر، ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا ليمبي. يا عم خلاص عرفت يا عم ده الحرب. يا عم الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثة عرف التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا ليمبي. هو يا اخي ما قلت انا خلاص بقى. ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار بس خلاص انا هقولهم. تعال التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ابو حبيبي يا عم انزل وضع ناقصه خانقه هتقول لي خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال الحاجة زينات علوي. عاشت الأميرة زينات علوي. يحيى الأميرة زينات. يحيى الأميرة زينات. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى اقتلوا يا جدعان الراجل ده، والمصحف هو ده اللي شاور مع البلاد. يلا قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجاه. في حرب فجاه؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي، خش عليهم على طول. اللي في حرب فجاه لا قول انت. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلوا. تقدموا الى الجهاد الى السنديده. اطلع اقعد فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه؟ فاتحين كارت الاسبستون. ليمبي مين؟ ليمبي عم هريسه. ليمبي حبيبي عم هريسه. التتار على الابواب يا عم. ما انت هتخنقني انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. طيب. ايوه ضعف، ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب. يا الف بركه تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعال عاوز اموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعال عاوز اموت في اي حته. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. تحيا شهيد. عاشت مصر حره مش احنا. يلا يلا يا عم يلا اخليني شويه يا بنت. يلا معا انت سايله قوي. الله ايه يا بنت الغلاسه اللي انت فيها دي؟ على مالك انزل 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 ما تخافش انزل انزل انزل. ايوه بس سيب نفسك سيب نفسك سيب نفسك. ايوه بس ما انا مش عارف امسك. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه. عارف فين؟ ما مين اللي ساحبك؟ اصل انا اديني كام يوم كده بيجيني غيبوبة. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر. تجيب له ايه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقت اسمك ايه والكوارع اللي منزقه ايدك دي؟ اهدي منها شويه. ايه عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا ايوه محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام هيرجعني الذكريات الجميلة أنا وصلاح. أنت صلاح؟ صلاح مين؟
ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيدة على سبع بنات. وحيدة؟ يا ست الرجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيدة على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوة او زيهم. ايوه. فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب وسبعة تانين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا، فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه. كنا نقعد تحت الشجرة اللي ورانا دي. يا عم شجرة شجرة وبكر بط. ماشي ماشي ماشي، خرف يا عم ريسة. ايوه بعدين. كان شاهد على حبنا. بكر البط صح؟ ايوه. هي تحدفني بنبوت. ايوه. وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيك ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه. لمبي لفني. الفك فين؟ في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة، يا رجال المملوك هضبة، هريسة أبو الليف في النزع الأخير، واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. ترى يا رجالة احنا هنسيب هريسة يموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ أنا عندي فكرة يا أبو هنمي. قول، أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفاجئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين؟ الراجل بيقول لك بيموت بيموت، هنهبي فيه اكتر من كده يا بختي. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله، الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضه مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبة، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبة. يا سلام، كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب اللمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسه نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للنبي جوز السلطان. هيا نبي جوز السلطان. هيا نبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي لمبي. ايوه. قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم. قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني ايه؟ علامة مكان الكنز. كنز؟ اه اهو. انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى، بيقول لك ده كربط. فين هنا؟ يلا بينا، يلا عشان نهرب. عدي عدي. يلا يلا كده. ايه ده؟
مين دول؟ الخفلندي. فين الأمير تربان؟ الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت أخرى. قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاب؟ كل سنة وأنت طيب بقى. اتلهف على المائدة ما هتراخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودق؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان، تدفعون الفدية ذهباً. مفتاح كنز عيسى معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. لا تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بيأكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعاً الخرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم أنت، استنى يا عم يا حماسة صور وخلاص. الله، أنت بتبوظ البيعة دي. ده كان الخروف الكبير أهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات بتقبضك الشعر. هياكل وهيشرب وهيتنح بعد ما انت مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من يشيل هيتباع لك اي خروف من الوافين دول والناس تاكل بقى وتزعطط بقى كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص عندك على حاجه، انت تصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا حاسس ان حضرتك مش خاطر، انا عندي ميتنج دلوقتي. اوكي؟ يلا بينا يلا يلا يا ريت تجري. اجري يلا يلا. اوف 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 بقى وقف معا خلينا ركز معا. ايه دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يهرب ايه ده؟ يلا بينا ما تقعديش دوني فيه ومسيحة يا حاجة. يا باكر يا باكر يلا انت النوتة يلا خلاص. استنى هنا استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتلي العرش وتقومي بالعدل واسترجلي شوية في الله. العرش العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدرسة ثانية يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن. هما ها هو لمبي ها لمبي. ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى يا بنت اوعى تعملي وانت بتحكمي تعملي كده. انا بحبك والله. بطها حطك تفوقك. يلا خلي بالك من نفسك.